رجعنا لكم مرة تانية لسه بنتكلم عن السن. ضيفتي دلوقتي هي ماجدة سامي. ماجدة كانت بتشتغل مع الأطفال لسنين طويلة قوي، بس بعد كده اتجهت لمجال المشورة والدعم النفسي. عندها خبرة شخصية في مجال الرعاية، فتعالوا ندردش معاها مع بعض. أهلا بيكي معايا ماجدة. أهلا يا بيبا. تعالي نبتدي كده بإنك تحكي لنا عن تجربتك مع رعاية شخص كبير في السن، وبالتحديد كانت ماما. الأم. اتفضلي. اللي حصل انه من 13 سنة مثلا انا كنت بشتغل مع الاطفال، وكنت بحب المجال ده جدا لاني قضيت فيه وقت طويل. يعني اشتغلت حوالي 15 سنة مع الاطفال، ويعني اخر وقت كنت مسؤولة عن الحضانة. وجات ماما تعبت جدا في الوقت ده، ودخلت في مراحل يعني متطورة من المرض، وكان ضروري حد يكون بيرعاها. ولأنه أنا البنت اللي مش متزوجة، اللي قاعدة مع ماما، إخواتي البنتين التانيين متجوزين، فكان يعني قدامي قرار إن أنا أكون بسيب شغلي وأقعد مع ماما، أو كأن ما كانش عندي اختيار. والقرار ده ما كانش سهل قوي، يعني كان قرار صعب بالنسبة لي، لأني كنت بحب شغلي وبحب الأطفال، وكنت محققة نجاح مع الأطفال وعاملة علاقة معاهم حلوة، وكنت حاسة أني محققة نفسي في المجال ده. لكن يعني ما كانش قدامي حل تاني غير أني أخد القرار أن أنا أكون بسيب شغلي وبقعد مع ماما. تقصدي ما كانش عندك اختيار، ده نابع منك ولا بضغط أسري أو مجتمعي حتى لو مش متقال؟ لا، الحقيقة مش بضغط أسري ولا مجتمعي، بس احنا يعني حاولنا نكون بنلاقي أي طريقة، أي حد يقعد مع ماما فترة الصبح اللي أنا فيها في الشغل، بس الأمر ده ما كانش سهل. يعني ما كانش سهل نلاقي حد أمين يقدر يقوم بالمهمة دي، خصوصا إن ماما دخلت في حاجة ليها علاقة بطريقة تعبيرها عن اللي هي عايزاه، لأنه حصل جلطة في المخ في وقت من الأوقات، فبقت مش عارفة تعبر عن اللي هي عايزاه، فكان في صعوبة ان حد يقدر يفهمها ويقدر يساعدها. ماما فضلت تعبانة 5 سنين، من 2007 انتقلت 2012. طبعا كانت سنين صعبة، يعني انا ما كنتش بعمل حاجة في حياتي غير اني برعى ماما. هتاكل ايه، ادويتها، مواعيد الدكاتره، كل شويه مثلا محتاجين نعمل تحاليل وفحوصات. تقدري توصفي مشاعرك في الوقت ده؟ هل كان فيها مثلا وحدة؟ الوحده حسيت بيها بس بعد ما ماما انتقلت يعني. بس في الوقت ده انا كنت مضغوطه جدا، واظن ان انا كنت مكتئبه، بس ما كنتش واعيه ان انا مكتئبه. نظرة المجتمع للشخص اللي بيقوم برعاية الأب أو الأم بتكون شكلها عامل إزاي؟ أظن نظرة فيها أحكام كتير، اللي إزاي؟ هو يعني لو الشخص عبر عن إنه تعبان أو إنه مش قادر يكمل، أظن المجتمع بيحكم عليه أحكام صعبة جدا، وكأنه شخص مش بار بوالديه، وكأنه مش من حقه إن هو يحس مشاعر مرفوضة في الوقت ده يعني، وكأنه مفروض يحس إنه دايما مبسوط وممتن وفرحان. لكن أظن المجتمع الصعوبة إنه بيصدر صورة مش صح، ومش بيسمح للشخص اللي بيرعى حد كبير إنه يقول أنا تعبان، أنا زهقان، أنا محتاج مساعدة، أنا عايز حد يجي يقضي يوم مكاني مثلا، أنا عايز حد يجي يحمي ماما النهاردة، أنا مش قادرة أعمل كده. يعني أظن النوع ده من المساعدة بيهون شوية الأمر يعني. بتشوفي تجربتك دي بصفة عامة تقدري تتكلمي عنها ازاي او بتشوفيها ازاي؟ هل كان عندك وجهة نظر واتغيرت مثلا؟ قولي لي. في عز ما انا في التجربة دي، ال5 سنين دي، انا كنت مش عارفة ابص نظرة مختلفة عن اني تعبانة مجهدة وزهقانة وحياتي وقفت. انا فعلا حياتي كانت واقفة، ما كنتش بعمل حاجة تاني غير اني قاعدة مع ماما، وكنت مش قادرة اشوف يعني ايه ثمر الخبرة دي، او الخبرة دي هتعمل فيا ايه. لكن الحقيقة بعد ما ماما انتقلت
وانا ابتديت اقرا شويه واتعلم شويه، اتلامس مع نفسي واوعى بنفسي، ابتديت اشوف ان الخبره دي يعني كانت خبره ثريه، يعني ان هي كبرتني وخلتني اكثر نضوجا، يعني خلتني اعرف اشوف الحياه ان هي مش دايما تدي اللي احنا عاوزينه، يعني وانه في اوقات الحياه هتدي حاجات انا مش عايزاها، واني محتاجه اكون مرنه كفايه ان انا اعرف اتعامل مع مفاجآت الحياه اللي بتفاجئني بيها واللي هي مش على هوايه قوي يعني. وبرده حسيت ان انا بقيت اكثر رحمه واحساسا بالمرضى. لما حد بعد كده كان يشاركني، كان عندي صديقة بتمر بنفس التجربة بس بعدية بكتير، فلما كانت بتشاركني عن مشاعرها في الوقت ده كنت حاسة بيها جدا يعني، ومدركة قوي هي بتمر بإيه. فأظن دي كانت حتة يعني حلوة إن أنا اكتسبتها من الخبرة دي. دي الجزء الإيجابي اللي اتغير في وجهة نظرك. تعالي أتكلم معاكي شوية في حتة تانية فكرت فيها وانت بترد دلوقتي. طيب ذكرتي ان انت حسيتي بوحده بعد انتقال والدتك، طيب ما ده ممكن يكون جزء سلبي مثلا من انه حد يكون بيقدم رعايه او قاعد حياته، انت قلتي حياتي ما كانتش فيها غير مامتي، غير مواعيد ادويتها وراحتها وكده. طب ما لما ده بيخلص وبصطدم بحقيقه ان انا سبت شغلي وما بقاش عندي حياه، ما بقاش عندي اي حاجه تاني، ممكن بقيت لوحدي، ودلوقتي انا كنت مرتبطه جدا في الوقت ده مع الشخص ده اللي هو خلاص ماشي، طب انا فين بقى؟ ده حصل ولا لا؟ ده حصل جدا يا فيفا، حصل جدا، لانه يعني بعد ما ماما انتقلت انا فضلت 3 سنين انا مش عارفه انا عايزه اعمل ايه في حياتي، انا مش عارفه ادير حياتي، يعني انا مش عارفه طب انا دلوقتي عايشه علشان اعمل ايه، وكان جوايا خوف اني اخرج للعالم ده اللي انا بقالي 5 سنين مش موجوده فيه، فكأنه خارجة لعالم جديد غريب عليا، حاسة بغربة مش عارفة أنا هكمل حياتي إزاي، طيب يعني خلاص ماما مشيت ومش عندي شغل، طب هعمل إيه، هكمل حياتي إزاي. بس الوقت ده الحقيقة ابتديت بقى أقرأ شوية في علم النفس، بدرس شوية حاجات ليها علاقة بمهارات الحياة والتعبير عن المشاعر، وده ساعدني شوية 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 لغاية لما لقيت السكة بتتفتح قدامي إن أنا أكون بساعد ناس عندهم يعني مشاكل نفسية أو مجموعات الدعم النفسي، جروبات الدعم النفسي. بعد خبرتك وبما إنك في مجال الدعم النفسي والمشورة، إزاي نقدر ندعم الشخص مقدم الرعاية لشخص كبير أو لحد من أفراد أسرته؟ عايزة أقول لها خدي بالك من نفسك على فكرة، يعني أنتي واخدة بالك من ماما وده شيء مقدر جدا وشيء مش سهل، أنا عارفة إن هو شيء مش سهل، لكن كمان أنتي مهم تكوني واخدة بالك من نفسك. لاحظت في كلامك إنك بتكلمي بنات والسيدات، هل ده لان المجتمع مصدر لنا صوره او مفهوم انه المهمه دي مهمه نسائي، مهمه البنت الابنه الاخت، لكن مش الابن مش الاخ مش الولد؟ بالظبط يا بيبا، خصوصا البنت اللي مش متزوجه، فكانه انا لاني فاضيه ومش متزوجه فكانه الدور ده كان محطوط عليا. طب افرض كان بابا وعنده ولد وبنت بشكل عام، يعني تفتكري برضو المسؤوليه هتكون بتروح ناحيه البنت اكتر من الولد ولا لا؟ أظن يا جيل. ليه؟ يمكن لأننا الستات والبنات كائنات معجونة بالعناية زي ما بيقولوا والرعاية، فكأن حاجة فينا مش بنقدر يعني نلاقي حد محتاج، خصوصا يعني أمي وأبويا هو ما قدمش النوع ده من العناية والرعاية. أظن إنه ممكن أقدمه وأنا راضية، بس هبقى محتاجة حد يقدر وحد يسند شوية يمد ايده شوية ويبقى مقدر. اظن لو ده حصل هبقى عاملة كده وانا موافقة. يعني انا بشكرك قوي قوي يا ماجدة على وجودك معايا النهاردة وعلى خبرتك الحقيقية اللي انت شاركتينا بيها، نورتينا. مرسي يا بيبا، اشكرك.